البداية حول الموسيقي العبقري، أحد أعظم الملحنين على الإطلاق بيتهوفن. فبعد مضي ما يقرب من 200 عام على وفاته، كشف بحث لجامعة كامبريدج عن معلومات جديدة حول وفاة المؤلف الموسيقي الألماني لودفيغ فان بيتهوفن. 5 خصلات شعر كانت كفيلة لتوصل العلماء إلى تسلسل للجينوم الخاص به. الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة كورنت بيولوجي العلمية كشفت عن استعداد وراثي قوي لدى بيتهوفن للإصابة بأمراض الكبد، فضلاً عن إصابته بفيروس التهاب الكبد من النوع بي في أواخر عمره. وهما عاملان من المحتمل أن يكونا قد ساهما في وفاته على الأرجح، لكن لم يتمكن باحثون من شرح سبب إصابته بالصمم التدريجي والذي تسبب في الكثير من الألم في حياته. وربما هذا الكشف يحقق وصية بيتهوفن التي أعرب فيها عام 1802 عن رغبته في توصيف مرضه بعد وفاته.